إلى خبر آخر عبر شبكة الشروق، وزير الري آليات الري بمشروع الجزيرة دون الطموح. سرد وزير الري البروفيسور ياسر عباس السبل الكفيلة لعودة الري بمشروع الجزيرة لسيرته الأولى عبر خارطة طريقة تحدد أسباب التدهور بالتشخيص العلمي والصادق لمشكلة الري بمشروع الجزيرة، وأقر بأن أداء مكونات الري أقل من الطموح مما انعكس على الإنتاج. وخاطب الوزير الأحد بجامعة الجزيرة بمدني الجلسة الافتتاحية للورشة العلمية حول الري بمشروع الجزيرة بمشاركة لفيف من المختصين بهيئة البحوث الزراعية ومشروع الجزيرة والري والمهندسين الزراعيين. يعني نعلق على آليات الري كما أشار أنها دون الطموح، وعندما نتحدث عن مشروع الجزيرة يتبادر في أذهان الجميع أن يرجع لسيرته الأولى، ولكن نريد أن لا يرجع حزب لسيرته الأولى، بل أن يجب الاهتمام به أكثر بالنسبة لأنه هو قد يكون بشارة اقتصادية كبيرة بالنسبة للسودان وخارج السودان. طبعا مشروع الجزيرة ليس في الري فقط، في كل مشروع الجزيرة تعرض لنقبات كبيرة جدا، وكان مشروع الجزيرة كان فيه نظام للري معروف انه نظام صارم ونظام قائم على العلميه وقائم على ونظام كان يروي مزرعه كبيره جدا، هي المزرعه المرويه الاكبر في افريقيا من خزان ثنار وحتى منطقه ود الترابي في شمال الجزيره، وكانت له نظام وكانت تدير هذه عملية الري في مشروع الجزيرة مؤسسات معروفة زي مؤسسة الري ومؤسسة الحفريات، وكل هذه المؤسسات الخاصة بمشروع الجزيرة تعرضت لنكبات كبيرة. نظام الري والأنظمة الأخرى الخاصة بتشغيل عملية التشغيل في مشروع الجزيرة الآن معروفة أنها ظلت خلال سنواتها والآن تعيش في أسوأ حالاتها، محتاجة لتطوير ومحتاجة إلى عملية إعادة هيكلة، ومحتاجة إلى لابد من تطويرها وبما يواكب، ولابد إنه مشروع الجزيرة يعود إلى سيرته الأولى كداعم قوي للاقتصاد السوداني وداعم رئيسي لعملية التنمية في السودان. أستاذ بليغ، يعني نعلم جيدا أنه مشروع الجزيرة هو يشكل مصدر رئيسي جدا لاقتصاد السودان وتوفير الأيدي العاملة التي قد تسد كثير جدا من الفجوات، ولكن لو كان الحديث بالنسبة لاهتمام الفترة الانتقالية أن يكون ضمن أولوياته ملف مشروع الجزيرة الرافد الاقتصادي الرئيس بالنسبة للسودان مع إضافة عدد من المشاريع الأخرى، ما المطلوب أيضا في توفير احتياجات المنتجين وتوفير آليات الإنتاج وأيضا مدخلات الإنتاج بالنسبة لمنتج أو مزارع مشروع الجزيرة؟ ما في ذلك شكل، المزارع مشروع الجزيرة ينتظر أن توفير كل ذلك، ومعروف أن المؤسسات التي تدير هذه عملية توفير الإنتاج لمزارع مشروع الجزيرة الذي ظل يشكو مر الشكوى خصوصا في السنوات الأخيرة. العملية كلها في مشروع الجزيرة ليس المزارع ولا غيره، العملية كلها في مشروع الجزيرة تحتاج إلى زي ما قلت لك إعادة هيكلة، وتحتاج إلى إنها إلى عملية إلى إعادة النظر فيها كلها، وإلى دعم جديد زي ما قلت لك يواكب المرحلة المقبلة، لأنه الحل في هذه البلد معروف إنه ليس في البترول ولا في الذهب، الحل في الزراعة. مشروع الجزيرة مشروع مهم ورافد مهم جدا من روافد الاقتصاد الوطني.